مشلتت بس على الطاسه من فوق، من فوق على فرن البوتاجاز من فوق، مش هنحط في الفرن خالص. بطريقه سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله، وما بتاخدش وقت خالص. معانا المقادير هقول لكم عليها بقى اللي احنا هنعملها. طبعا المقادير اللي انا عاملاها معايا 4 كوبايات من الدقيق، معانا زبده على حسب ما انا هاخد يعني منها، ومعايا كمان لبن رايب. احنا هنعجن المره دي بلبن رايب. انا عامله فطير قبل كده عجناه بلبن حليب، فطير مشلتت قبل كده بس قديم شويه، فقلت اعمله معاكم باللبن الرايب، بيبقى جميل جدا 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 وطعمه مختلف. ومعانا كمان شويه ملح صغيرين وشويه سكر، يعني معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر. في ناس بتستبدل السكر ده بمعلقه عسل نحل على العجين. يلا بينا بقى نبدا العجين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نوسع بس لنفسنا ونجيب بوله اللي احنا هنعجن فيها ونفض فيها كميه الدقيق. بسم الله، حاجه بقى سهله جدا وسريعه وفي نفس الوقت بقى بتاكل فطير وتغيير شويه برضو عن الاكلات التانيه. نركن الزبده شويه ونحط معانا السكر والملح. كمان هنجيب كيس لبن بودر، هناخد كيس كده كمان لبن بودر نحطه عليه. اللي عنده لبن بودر يحط، اللي مش عنده مش مشكله، يعني الاختياري. اللبن البودر البودر ده بيديله طعم جميل جدا اهو. نسيت اقول لكم عليه في الاول، معلش. كيس واحد بس، يعني حوالي معلقتين كبار من اللبن البودر بس كده. نقلبهم كده كويس مع بعض ونبدا بقى نعجن. طبعا اللبن الرايب على حسب السمك بتاع العجينه اللي احنا هنعمله. كده قلبنا كل المكونات مع بعض، هنبدا بقى نضيف اللبن. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو سهل جدا جدا زي ما انتم شايفين مع بعض اهو. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده ماخدش وقت خالص، وبس تلاقي نفسك عجنتي خلاص. قربنا كده خلاص اهو، سهله جدا. المهم بس ان انت تخدمي العجينه كويس جدا وانت بتعمليها. اهي شايفين كده العجينه تمام اهي. هنسيبها بقى تريح شويه حوالي ربع ساعه او نص ساعه، وبعد كده هنرجع نقطعها بقى مع بعض. نغطيها بحاجه ونسيبها تريح ربع ساعه بس. كده خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، خلاص كده العجينه تمام. هنسيبها بقى تريح ربع ساعه كده بس، لان لازم طبعا العجينه تريح اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. واسيبها بقى تريح في الطبق ربع ساعه بالظبط، وبعد كده هنقطعها مع بعض اهي زي ما انتم شايفين. كده بقى هنبدا نجهز عشان العجينه كده ارتاحت حوالي ربع ساعه. الزبده بتاعتنا احنا مطلعينها طبعا من الفريزر علشان احنا عايزينها بدرجه حراره المطبخ. تمام كده، عايزينها تبقى طريه. هنفدغها بس كده بالشوكه اهي، المكعبات دي كلها عشان احنا مش هنسيحها كلها. تمام كده اهي. طبعا الواحد بيطلعها قبلها مثلا بكام ساعة علشان تلحق تفك، ونعملها بالطريقة اللي احنا انتم شايفينها دي. خلاص كده تمام. في ناس بتحط عليها فانيليا وهي بتعملها في بعضها كده، بتضربها في بعضها، بس انا ما بحبش بصراحة ريحة الفانيليا. اللي يعجبكم يعني، في ناس بتحط عليها ايه فانيليا، باكو فانيليا او حاجه، حاجه بسيطه يعني اهي زي ما انتم شايفين. تمام كده هنركن دي على جنب بقى ونقطع العجينه بتاعتنا. نرش رشه دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الرخامه نظيفه اهي. ونبدا بقى نجيب العجينه بتاعتنا علشان نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم، العجينه بقى يا جماعه استريحت، وايه قدامكم ما شاء الله اهي طريه وجميله. احنا عايزينها في السمك ده كده. هنعمل ايه بقى في العجينه دي؟ انا زودتها بس شويه دقيق شويه صغيرين عن ال4 كوبايات اللي انا قلت لكم عليها، علشان كانت عايزه ايه، كانت طريت شويه فزودتها حبه صغيرين. هنبدا بقى نقطع العجينه بتاعتنا دي ل4 قطع كده زي ما انتم شايفين اهو. ده نصين، هنقطع بقى نص دول، دي كمان
قطعتين كده اهي، ودي كمان تبقى قطعتين بس دول كبار شويه كده تمام اهي، ونقطعهم برده. كل حاجه برده لازم نسيبها تريح شويه اهي، قدامكم كل الطريقه واضحه اهي، نعملهم في بعض بس كده ونغطيهم برده ونسيبهم يريحوا كمان شويه بس كده. طلعوا اربع كور معانا اهم، هنغطيهم طبعا كده، تغطيهم ونسيبهم بقى يريحوا شويه برده حوالي ربع ساعه، كل ما نسيبه يريح شويه هيفرد معانا كويس، وبعدين ارجع لكم تاني. إيه هنبدا بقى نشوف قطع الفطير اللي احنا عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد اول واحده، رشيت طبعا شويه دقيق زي ما انتم شايفين كده والفطير طبعا احنا سيبناه يريح زي ما انتم شايفين، اهم حاجه التريح بتاع الفطير ده اهم حاجه. هنبدا بقى بالنشابه كده، نوصل بس شويه دقيق ونبدا بقى نفرد. بسم الله اهو زي ما انتم شايفين كده تفرد معانا طبعا عشان احنا سيبناها تريح شويه اهي، اهم حاجه التريح زي ما احنا قلنا للعجين كده. طبعا هي القطع مش كبيره، مش كبيره قوي، احنا مش عايزين احنا هنرققه برده شويه عشان تبقى التوريقه بتاعه الفطير معانا كويسه رقيقه مش ما تكونش سميكه. نحاول نرقق على قد ما نقدر. سهل جدا جدا، ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الدنيا بقى كلها بتبقى دقيق، فيوم اللي يكون مخبوزات ده بتبقى الدنيا كلها دقيق بصراحه كده. حلو قوي كده تمام، انا فردتها خالص اهي على قد ما قدرت، كل ما نفردها طبعا اكتر بتبقى حلوه كده خلاص تمام. تعمليها مدوره، تعمليها مستطيل براحتك خالص اهي. هنعمل ايه بقى؟ السمنه اللي احنا عملناها، السمنه بقى هنجيب السمنه وندهن الفطيره كده، نوزع السمنه عليها كلها اهي. اللي طبعا على حسب ما انت عايزه، لو مش بتحبيه دسم قوي ما تكتريش السمنه، بس هنا طبعا لازم نخليها يعني ايه تاخد السمنه كفوها يعني كده اهي، لان احنا لسه قدامنا لسه اربع ثلاث فترات كمان. كده تمام اهي، معلش بقى لو طولت عليكم الفيديو شويه، بس طبعا انتوا عارفين الفطير بياخد وقت، وعشان كمان تعرفوا تعمليه سهل جدا على فكره، سهله جدا جدا اهي. شويه بس منها، نحاول نوزع كده السمنه على كل الجوانب بتاعه الفطيره اهي كده، كله تمام. متنسوناش بقى يا جماعه في اللايك، اللي وصل معايا لحد المرحله دي ما ينسناش في اللايك، اهم حاجه يا جماعه اللايك كده تمام تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك الفطيره كده من الجنب اهي، ونبدا بقى نعملها رول، نلفها كده بالراحه خالص خالص اهي كده، بالسمنه اللي فيها كده اهي، سهلة جدا وباينة طبعا واضحة قدامكم كمان اهي. ونبدأ بقى نقفلها من هنا كويس، نقفل عليها كويس اهي، نقفلها كده نضغط عليها زي ما انتم شايفين بصبعي كده اهو كده، ونقفلها من هنا كمان ونقطعها بقى، اقطعها معاكم ايه يعني، انا هنقطع دي اتنين، ثواني اجيب سكينة بس
يعني انت لو عايزه تعمليها فطير صغنن براحتك، اقطعيها ثلاثه، لكن انا هعملها اتنين. دي اهي هنقطعها نصين، وكل نص منهم هناخده كده في بعضه زي ما انتم شايفين كده، واقفلها اهي كده تمام اهي. قفلناها كده في بعضها، نرش رش الدقيق اهي ونحطها كده، ودي كمان نفس الشيء اهي، نقفلها بالراحة اهي كده تمام اهي. كل الكمية دي بقى انا هعملها زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شفتوني كده، ولا اعمل معاكم واحدة تانية اهي، يعني بس كله هيتعمل بنفس الطريقة، كله تمام قدامكم اهو. انا مش عايزه اطول عليكم، بس والله يعني انتوا كده شايفين، وهوريكم برده الخطوه اللي بعد كده. هفرد دي برده زي ما انا فردت كده بالظبط اول حاجه معاكم، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه عشان ما اطولش عليكم. اهي برده واحده كمان حبيت معلش اوريكم برده دي قدامكم اهي، دي هتبقى واحده ودهنتها سمنه كده. هي بصراحه بيبقى عايزه استخدام الايد عشان تعرف تدهني السمنه كويس اهي كده. هنبدا بقى نلفها رول برده، بسم الله نشدها علينا كده. دي هتبقى واحدة، دي هتبقى فطيرة كبيرة شوية، مش هقطعها يعني كده تمام اهو، سهلة جدا جدا كده. نقفلها بس كويس، وبعد كده نلمها في بعضها اهي. تبقى مدوره كده، ونسيبها برده تريح شويه اهي. تمام كده، ودول اهم ايه. هنبدا بقى نفرد الفطير مع بعض، رشيت رشه دقيق كده، ونبدا بقى نفرده. هو طبعا داخله السمنه بتاعته، هنبدا بقى نفردها مدوره كده، وطبعا نكون حاطين صينيه قايدين عليها، بس تكون النار واطيه على البوتاجاز لحد ما نفرد الفطيره بتاعتنا اهي. هي طبعا زي ما انتم شفتوها مورقه، لان احنا عملناها بطريقه انها تبقى مورقه بيها اهي كده. سهله جدا، عايزه تعمليه فطير مطول شويه براحتك، تدوريه اللي تعرفي تعمليه اعمليه كده. نحاول ندورها اهي، ونفردها برده عشان ما تبقاش سميكه. حاولي تفرديها على قد ما تقدري عشان ما تبقاش سميكه، وما تخليهاش رقيقه قوي ولا سميكه قوي كده تمام. وهنروح مع بعض بقى على البوتاجاز عشان نسويها. ده حلو قوي تمام كده، شايفين السمك بتاعها اهو، ولا رقيقه قوي ولا سميكه قوي كده تمام. يلا بينا على البوتاجاز. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، حاطه صينيه على البوتاجاز وحطيت فيها الفطيره بتاعتنا. طبعا احنا مش هنقلبها خالص اهي، لحد ما هي تستوي من تحت تحمر، وبعد كده هقلبها معاكم برده، ما نستعجلش عليها. ما حطيتش طبعا حاجه في الصينيه ولا زيوت ولا اي حاجه. طبعا هي لما بتسخن بتسرد السمنه اللي فيها وبتستوي مع بعضها. هنقلبها بقى مع بعض زي ما انتم شايفين كده، بسم الله اهي، بعد تحمر من على الوش من تحت، وبعد كده نقلبها تاني على الوش التاني عشان تحمر اهي كده زي ما انتم شايفين كده. هخلص بقى كل الكميه زي ما انتم شايفين تحمر من تحت، وبعد كده نقلبها، وبعد كده هوريها لكم بعد ما يخلص كل الفطير، هوريكم شكله عامل ازاي. كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا خلصت كل الكميه قدامكم اهي الفطير. ايه رايكم يا جماعه؟ وفي اخر واحده بقى، فقلت ايه اوريها لكم برده اهي وانا بعمله. بتفضلي تقلبيها كده على الوشين لحد ما هي تحمر
وتحطي بقى وهي معاكي كده على ال في تكايه كده برضو، تحطي شويه زبده من السياحه كده على الوش وهي معاه وهي ايه على النار اهي كده، علشان يبقى الفطير بيلمع كده وجميل. هو اصلا يعني واخد حقه في السمنه، واحلى حاجه طبعا الفطير لما بيكون سمنته كويسه. نفضل نقلب فيه كده لحد ما تحمر خالص. ويا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم وتفضلوا معانا الفطير ده. شايفين يا جماعه وريهولكم برده، مورق جدا اهو، شايفين ما شاء الله، ولا معجن ولا اي حاجه، ومورق وطعمه بقى وريحته ما اقولكوش يا جماعه، ما اقولكوش على الريحه بتاعته. شايفين التوريقه بتاعته اهي. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامه.